هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن، بحسب أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. الحفاظ على مبدأ حل الدولتين خطوات لاحقة يجري العمل عليها وفق الوزير الأمريكي. لا يزال هدفنا إنهاء العنف الدائر بأسرع وقت ممكن، ثم نعيد الأطراف للعمل من أجل الاستقرار الدائم الذي يستحقه الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. بلينكين يحاول إمساك العصا من المنتصف على نحو مغاير لموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما جعل الأخيرة في مرمى النار من جميع الأطراف. تفاجئ الأزمة إدارته، ويشير منتقدوه من السياسيين الأمريكيين إلى عدم اهتمام كاف بالشرق الأوسط. الحزب الديمقراطي يعيش في أزمة، مواقف أعضائه متباعدة من التصعيد الإسرائيلي، الأمر نفسه ينسحب على الرأي العام الأمريكي. منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير تحدث بايدن مع بنيامين نتنياهو 3 مرات. أول بيانين للبيت الأبيض يدينان الهجمات الصاروخية التي شنتها المقاومة الفلسطينية. يدعم بايدن أمن إسرائيل وما يصفه بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، ولا يتطرق البيانان إلى وقف جرائم الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. تتغير الكلمات على وقع الانتقادات ليصدر البيت الأبيض بيانا آخر يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين. يتأرجح الموقف الأمريكي ما بين إدانة المقاومة الفلسطينية ودعم مطلق لإسرائيل، ليبقى صدى الاتهامات الداخلية لبايدن أنه يحن إلى سياسة تغرد بعيدا عن القواعد الانتخابية التي منحته صوتها.